بسم الله الرحمن الرحيم الله والحمد لله يا الله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم كان الحديث في الفكرة الثالثة والفكرة الرابعة للمرحوم النراقي على الله مقامه يذكرهما المصنف باختصار ويبدأ بالرد عليهما، فماكو حاجه للتكرار لأن المصنف سيذكرهما، اقرأ ما يقوله المصنف في بيان الاعتراض الثالث في كلام النراقي. اللي يكون بحسب الصفحه الطبعة التي عندي صفحه 393. قال مع أنه هذا كلام المصنف في بيان الاعتراض الثالث للمرحوم النراقي مع أنه قد يمنع كون الجملة إنشائية من قال أن جملة لا يترك هذه أساسا هي في النهي حتى نأتي نبحث أنها للإلزام أو لعموم الرجحان من قال أنها انشائيه مع انه قد يمنع كون الجمله انشائيه لامكان كونه هذا الكلام اخبارا عن طريقه الناس ان الناس اسلوبهم اذا كانوا لا يدركون الكل فلا يتركون الكل وانهم يعني الناس لا يتركون الشيء بمجرد عدم ادراك بعضه إذا كان الكل غير ممكن، الكل بكليته استيعابه بشكل كامل غير ممكن، فما يستغنون عن البعض. على سبيل المثال هذا مجرد مثال للتوضيح. شخص يحمل مقدارا من المال. تأتي ريح قوية تطير من يده هذه الأوراق النقدية. فبعضها يذهب بعيدا. وبعضها قريب وما يستطيع أن يجمع جميع هذه الأوراق النقدية ولكن لأنه لا يستطيع أن يجمعها جميعا حتى هذا القريب منا أيضا يتركه لا هذا المقدور عليه يأخذه هذا الاعتراض الثالث اللي كان عند الراقي، الاعتراض الرابع مع احتمالي طبعا هنا المصنف الاعتراض الثالث اختصره في الحصة السابقة ذكرته من كلام النراقي بشكل أكثر تفصيل. هنا مختصر في كلام المصنف. الرابع مع احتمال كون لفظ الكل للعموم الأفرادي. من قال أنه يشمل الأجزاء؟ من قال أنه للمجموع بما هو مجموع الذي يكون في داخله أجزاء، لا يكون في داخله أفراد. لعدم ثبوت كونه حقيقة في الكل المجموعي ولعدم ثبوت كونه مشتركا معنويا اللي هو هذان الاحتمالان اللي ينفعان في الاستدلال في الاستدلال اما انه يكون خاص بالمجموعي اللي هو محل بحثنا فنستطيع ان نستدل به او يكون يشمل من خلال الوضع يشمل ما نحن فيه هذا ايضا يكفي في الاستدلال ولكن من قال ذلك يحتمل ان لا يكون كذلك فلعله مشترك لفظي يعني موضوع مرة للمجموع ومرة للأفراد هنا فيما نحن فيه مستعمل في أي شيء لا ندري يكون الكلام مجملا هذا احتمال احتمال آخر ولعله حقيقة خاصة في الأفراد أصلا ما يشمل المجموع إلا بنحو من المجاز فيدل هذا لو كان أفرادي فيدل على ان الحكم الثابت لموضوع عام، عام بالعموم الافراد، اذا لم يمكن الاتيان به على وجه العموم، لا يترك موافقته فيما امكن من الافراد. اضرب امثله جدا عرفيه، اذا تسمحون لي تكون الامثله عرفيه جدا، لان الكلام في العقلاء والناس وما يدركه. العقل بقطع النظر عن القضية الشرعية. شخص عازب لوحده في البيت فعادة البيت ما يكون مرتب. بعض الناس هكذا. فيعطونه خبر انه هناك شخص يريد ان يزوره بعد نصف ساعة. اذا خلال النصف ساعة ما راح يتمكن من تنظيف البيت كاملا. لا يدرك كله. ولكن بالاثناء تنظيف البعض على عموم أفرادي تنظيف البعض مطلوب فينظف البعض أن العرفة لا يتركون كل الأفراد عندما يكون بعض الأفراد غير مقدورين كنت الكلام عن هذه القضية فيكون الحديث عن العموم الأفرادي هنا يبدأ المصنف بالرد أخذنا الرد على الفكرة الأولى والرد على الفكرة الثانية نصل إلى الرد على الفكرة الثالثة وهي في الصفحة اللاحقة وأربعة 394 وهي قوله وأما احتمال كونه إخبارا عن طريقة الناس يعني ليس إنشاء من الأساس حتى نأتي نبحث أن هذا الإنشاء ما هي حدوده؟ هل هو إلزامي أو غير إلزامي؟ أصلا هو مجرد إخبار هذا الاحتمال مدفوعون مردودون باطلون كيف هذا الاحتمال باطل من خلال الاستعمال بما هو استعمال ما نستطيع أن نعترض على النراقي لأنه هي جملة خبرية في ظاهرها فنقول له أن هذه الجملة الخبرية ليست خبرية ما نستطيع كما أنه يمكن أن تكون إنشائية نحن ندعي أنه يمكن أن تكون إنشائية بالمقابل هي يمكن أن تكون خبرية فهذا الاحتمال في نفسه هذا ما يمكن رده جم... جملة خبرية استخدمت في الإنشاء شخص يقول أنا ما أفهم الإنشاء منها أفهم أنها باقية على الخبرية ما نستطيع أن نعترض عليه من هذه الجهة نعترض من جهة أخرى وهي في خصوص المورد وليس بشكل عام هذه الصياغة بما هي صيغة لا نتحدث في خصوص هذا المورد في خصوص هذا المورد الخبرية غير مناسبة الخبرية مردودة هنا في هذه الرواية بالخصوص فما يكون بحثنا عام في هذا الاستعمال كيف يكون هذه الصياغة كيف تكون لا هنا في هذا المورد في هذه الرواية الخبرية لا معنى لها الخبرية غير صحيحة، الخبرية مردودة. كيف؟ أنت تقول أنه يحتمل الخبرية بمعنى أن المعصوم عليه السلام يخبر أن طريقة الناس هي هذه. طيب نحن رجعنا وجدنا أنه طريقة الناس ليست هذه. المعصوم يقول طريقة الناس هي أنهم إذا ما أدركوا الكل فإنهم لا يتركون الكل والحال أننا عندما نرجع إلى الناس لا نجد هذه طريقتهم نجد أنهم يمكن أن يعرضوا بل غالبا ما يفعلون ذلك هذا وجهة نظر المصنف أنت تقبلها أو تعترض عليها أنهم بشكل عام لا يفعلون ذلك وإنما يجد نفسه إذا ما تمكن من الكل فيصرف نظر عن هذا الموضوع وبالتالي كيف المعصوم عليه السلام يخبر عن طريقة الناس ونحن نشاهد نعيش ندرك بالوجدان أن طريقة الناس ليست هذه إذا لو كان إخبارا فيكون هذا مخالف للواقع والمعصوم لا يخالف في الواقع إذا ليس إخبار وإنما هو إنشاء يأمرهم بذلك هذا صحيح هذا الاعتراض على الفكرة الثالثة وأما احتمال كونه إخبارا عن طريقة الناس فمدفوع بلزوم الكذب أو إخراج أكثر وقائعهم لأننا نرى الوقائع بهذا الشكل نرى الوقائع بأنهم إذا كانوا لا يستطيعون أن يأخذوا ما يريدون من الشيء فينصرفون عنه من البداية فكيف المعصوم يخبر بأنهم لا واقعهم غير ذلك يصير خلاف الوجدان مثل ماذا تأتي رواية تقول النهار مظلم والليل مضيء. يعني نقبل هذه الروايه على ظاهرها او نقول لا النهار مظلم باعتبار انه فلان قد مات، الليل مضيء باعتبار انه فيه من يعبد الله سبحانه وتعالى مثلا. ناولها نفسرها بما يناسب المعصوم. ما نقبلها على ظاهرها. لانه ظاهرها غير مقبول. هنا ايضا لو كانت اخبارا يلزم انه اكثر الوقائع تكون خارجه يبقى الاقل ما معقول الامام عليه السلام يطلق كلاما بشكل واسع وهو يريد افراد قليله اذا هذا ليس انشاء لان يعني الانشاء يستلزم ان لا يطابق كلام المعصوم للواقع الذي نعيشه الذي ندركه ثم نصل الى الاعتراض على قضيه كل هل هي للعموم المجموعي؟ هل هي للعموم الافرادي؟ هنا يبدا بالاعتراف قال واما احتمال كون لفظ الكل للعموم الافرادي فلا وجه له اين لا وجه له ليس في كلمه كل في اللغه العربيه كل في اللغه العربيه تاتي للعموم الافرادي ما بها مشكله هنا لا نبحث في كل في اصل اللغه في, في الوضع اللغوي لا في المورد الذي نحن فيه وهو العبادات في العبادات لا معنى للعموم الافرادي لانه العباده عباره عن كل مجموعي واجزاء هي العباده عباره عن مجموع كل مجموعي واجزاء له ما بها افراد فلا معنى لحمل كل على الافراد في اصل اللغه نعم عندنا كل تاتي للافراد للعموم الافراد هنا عباده العباده لا علاقه للافراد يقول هذه العباده اذا ما استطعت ان تاتي بها كامله فاتي بما تستطيع منها من هذه العباده ما يتحدث عن الافراد يتحدث عن الاجزاء فكيف تحمل كل على الافراد؟ ما علاقة الأفراد فيما نحن فيه وأما احتمال كون لفظ الكل للعموم الأفرادي في قبال العموم المجموعي اللي هو العبادة وأجزائها فلا وجه له لأن الحديث عن العبادات اللي هي عبارة عن عموم مجموعي وأجزاء فلا وجه له لأن المراد بالموصول هو فعل المكلف فعل المكلف إما بالعبادات الواجبة أو بالمستحبات. بالنتيجة فعل هذا المكلف فهذا الفعل المكلف عبارة عن كل مجموع وأجزاء. فأنت تحمل كل على العموم الأفراد لا معنى له لأن المراد بالموصول هو فعل المكلف وكله عبارة عن مجموعه. هذا الفعل المكلف الفعل المكلف مثل ماذا مثل الصلاة الصلاة فيها تكبيرة إحرام وفيها قراءة وركوع وسجود وتشهد وقنوت وإلى آخره هذا كل مجموعي صيام كل مجموعي طبعا الصيام يكون إلى خصوصيته الحج يكون خصوصيته الصلاة إلى ماكو مانع يكون عندنا دليل خاص لكن نتحدث الآن في القاعدة العامة في الأصل الثانوي العام قطع النظر عن خصوصيات كل مورد. بالنتيجه حج فعل مكلف هذا الحج بما هو فعل المكلف عموم افرادي لا مجموعي في داخله اجزاء وهي الاحرام والتلبيه والطواف والصلاه للطواف والى اخره فالحديث عن افعال المكلفين هو عباره عن عمومات مجموعية فيها أجزاء تحملها على الأفراد الأفراد لا علاقة لها بهذا الأمر نعم يمكن ذلك في نفسه قد يمكن ذلك في نفسه ولكن في فرض آخر نعم لو قامت قرينة على إرادة المتعدد من الموصول بأن أريد هذه يكون الأريد أن الأفعال التي لا يدرك كلها كإكرام زيد وإكرام عمرو وإكرام بكر لا يترك كلها كان لما احتمله وجهون قد قد انه يكون عندنا قرينه على انه يريد ما يريد الفعل الواحد وانما يريد الافعال المتعدده مع ذلك نقبل هذا الامر ولكن مع ذلك ايضا ننظر لها كمجموع ما ننظر لها كافراد لكن لفظ الكل حينئذ ايضا مجموعي لا افراديون لا يكونوا افراديا لماذا اذ لو حمل على الافراد كان المراد اذا نقول انه كل هنا افراديه فهذا معناها طبعا بناء على الانشاء الان نقول انه الافراد التي لا تستطيع انت ايها المكلف ان تاتي بها جميعا فامرك ان لا تتركها جميعا لا تتركها جميعا يعني ان تاتي بها جميعا فتكون النتيجه في كل مورد يا ايها المكلف في كل مورد لا تستطيع ان تاتي بجميع الافراد انا امرك بجميع الافراد وانهاك عن ترك فرد منها هكذا راح يكون المعنى وهذا المعنى لا مصحح عليه، المعنى باطل، معنى غير صحيح، غير مقبول عقلائيا اصلا. فإذا لو تنزلنا وقلنا ان هناك قرائن تدل على انه احيانا المولى يقول انه في حالة وجود افراد افراد متعددة، افعال متعددة فأنا ايضا اطلب منك ان لا تترك باقي الافعال، قل هذه الصيغة لا تناسب الصيغه التي نحن فيها اللي هي كل لا تناسب لانه اذا حملناها على الافراديه راح يكون هذا النتيجه ما لا يدرك كله يعني كل افراده لا يترك كله يعني كل افراده يعني الذي لا تستطيع ان تفعل جميع افراده لا يترك كله انهاك عن ترك جميع افراده بمعنى انه أنهاك عن أن تترك أيا منها. وهذا المعنى غير صحيح. لكن لفظ الكل حتى لو فهمنا منه الأفعال المتعددة لكن لفظ الكل حينئذ أيضا هو مجموعي ما راح يكون أفرادي. وإن كان أفعال متعددة. إذ لو حمل على الأفراد كان المراد ما لا يدرك شيء منها لا يترك شيء منها. وهذا المعنى غير صحيح ولا معنى له، ما لا يدرك كله يعني هذا لا يدرك، هذا لا يدرك، هذا لا يدرك، هذا لا يدرك. من جهة التف... التفسير مع القرينة شيء ومن جهة الصياغة شيء آخر. في البداية نقول قامت قرينه على اراده الافعال المتعدده ما هي القرينه التي قامت على الافعال المتعدده ماذا تريد تريد بانه اذا كان فعلك اليف غير مقدور ولكن فعلك باء مقدور فلا تجعل عدم القدره على اليف عذرا لترك باء هذا من جهه المعنى جهة المعنى هكذا، لو قامت قرينة على هذا. هذا نقبله ولكن الصياغة لا تناسبه. الصياغة لا تدل عليه. الصياغة تقول: إذا كنت لا تستطيع، إذا حملناها على الأفرادية. إذا كنت لا تستطيع أن تؤدي هذا الفعل أو هذه الأفعال فأنا أطلب منك أن لا تترك هذه الأفعال. هكذا راح تكون النتيجة إذا عملناها على الأفرادية لأنه هنا استعمال كلمة كل كل يعني هذا غير مقدور هذا غير مقدور هذا غير مقدور هذا غير يعني لأنه أفرادي فالحكم يكون على الأفراد فما لا يدرك كله يعني هذا الفرد غير مدرك هذا الفرد غير مدرك هذا الفرد غير مدرك هذا الفرد إلا العشرة أنهاك عن ترك هذه الأفراد هذا كيفين؟ القرينة دلت على معنى ولكن هذه الصياغة إذا حملناها على الأفراد فتؤدي إلى معنى غريب غير عقلائي إذا حتى لو كانت القرينة قد دلت على أنه ناظر إلى الأفعال المتعددة أيضا نلحظها بما هي مجموعة وليس بما هو عموم أفراد حتى حتى لا تنزل العبارتين على الافراد لان العموم الافرادي ما هو تتذكرون قبل كم حصه يعني صار شرح وتمثيل للعموم الافرادي العموم الافرادي انه صياغه واحده ولكن هذه الصياغه تنحل الى احكام بعدد الافراد فيقول مثلا اكرم العالم اكرم الفقير فاذا عندي مئه فقير الاول راح يصير له حكم اكرم الفقير، الثاني راح يصير له حكم اكرم الفقير، الثالث فراح يصير عندي 100 حكم لاكرم الفقير. نفس اكرم الفقير الواحده تستنسخ وتلصق على كل مورد مورد وعلى كل فرد فرد، هذا العموم الافرادي. طيب في هذه الروايه عندنا امران لا يدرك لا يترك. الرواية فيها فكرتان لا يدرك لا يدرك فإذا كانت من العموم الأفرادي فلا يدرك راح ننزلها للأفراد وهذا العموم الأفرادي أن الفكرة تنزل بكاملها إلى كل فرد فرد فإذا عندي مئة فرد هذا الفرد لا يدرك هذا الفرد لا يدرك هذا الفرد لا يدرك هذا, لا يدرك هذا مئة لا يدرك هذا عموم أفرادي فنزلت لا يدرك اللي هي الفكره الاولى في الروايه، تقدم ان الروايه فيها فكرتان لا يدرك لا يترك. فلا يدرك نزلت الى الافراد فنقول عموم افرادي لا يدرك لا يدرك لا يدرك لا يدرك. طيب الفكره الثانيه إني لا يترك ايضا راح تنزل للافراد فراح يصير عندي هذا لا يدرك ومع ذلك لا يترك هذا لا يترك مع انه لا يدرك وهكذا جميع الافراد وهذا المعنى غير معقول. هذا المعنى غير صحيح. إذا العموم الأفرادي هنا غير متصور. لماذا؟ أعيد أكرر لأن العموم الأفرادي عبارة عن نزول الحكم بكامله إلى كل فرد فرد. طيب هذه أفراد. ينزل الحكم عندي أكرم الفقير. عندي خمس فقراء. فيعني أكرم هذا الفقير، أكرم هذا، أكرم هذا تنزل نفس الحكم ينزل. طيب في الرواية افترضنا عموم افرادي كما قال المعترض. طيب، عندي فكرتان في الروايه، فكره لا يدرك وفكره لا يترك. اذا هو عموم افرادي فراح ينزل لا يدرك يعني ما استطيعه ما حصله ينزل هذا والهذا ولهذا ولهذا على جميع الافراد. ثم تاتي الفكره الثانيه ايضا على جميع الافراد عموم افرادي ايضا لا يترك. لا يترك لا يترك لا فهو في نفس الوقت جميعها لا تدرك بسبب أنه عموم أفرادي وينزل إلى الأفراد وجميعها لا تترك هذا من جهة التركيب من جهة المعنى والقرينة شيء ومن جهة التركيب شيء آخر من جهة المعنى والقرينة يقول لو قلنا أن القرينة تقول أنه هنا إذا سقط البعض الباقي لا يسقط أنه إذا سقط أليف فلا تترك باء هذا من جهة المعنى من جهة التركيب من ما نقول انه افرادي، بل نقول هو مجموعي حتى نصححها، لانه اذا قلنا هو افرادي راح تنزل لا تترك الى جميع هذه الموارد اللي هي لا يدرك في نفس الوقت وهذا محال. نعم لو قامت قرينة على إرادة المتعدد من الموصول، يعني افعال متعددة، هذا من جهة المعنى إرادة من جهة المقصود بان اريد ان الافعال التي لا يدرك كلها كاكرام زيد واكرام عمرو واكرام بكر لا يدرك كلها، يعني هذا المعنى اللي هو عادي وصحيح انه اذا اليف لا لا نستطيع ان نفعله باع على الاقل نفعله كان لما احتمله وجه من جهة المعنى ولكن ولكن نجي للاستعمال نقول لا هنا ليس افراديا وانما هو مجموعي حتى يصح لكن لفظ الكل حينئذ أيضا مجموعي وليس أفراديا لا أفراديون إذ لو حمل على الأفرادي لنزلت كلتا الفكرتين لا يدرك لا يترك لنزلت إلى كل فرد فرد ما لا يدرك شيء منها يعني هذا لا يدرك هذا لا يدرك هذا لأن يعني عموم أفرادي لا يترك شيء منها الفكرة الثانية أيضا راح تنزل إلى جميع الأفراد ولا معنى له هذا صحيح فما ارتكبه المعترض المرحوم النراقي في احتمال العموم الأفرادي مما لا ينبغي له ولم ينفعه في شيء ما يؤثر هذا ما راح يقدم لنا شيء من جهة المعنى من جهة المعنى ممكن ولكن قرينة ما قامت عليه ولو قامت عليه قرينة لالتزمنا به ولكن من جهة الاستعمال يبقى مجموعي ما راح يصير أفرادي فثبت مما ذكرنا أن مقتضى الإنصاف تماميه الاستدلال بهذه الروايات، ولذا شاع بين العلماء بل بين جميع الناس الاستدلال بها في المطالب، حتى انه يعرفه العوام عموم الناس، بل النسوان والاطفال، هذا التعبير بالنسوان والاطفال في ذلك الوقت ما كان مهين. الان قد يعتبر فيه اهانه، في ذلك الزمان ما كان مهين، في تلك الظروف ما كان مهين. هذا يعبر عن مجتمعه، عن ظروفه، عن ناسه. في ذلك الوقت النساء ما كانت تدرس، ما كانت تتعلم، اصلا كانت اميه مطلقه، اميه مطلقه عند عند 90% من الرجال. فضلا عن عن النساء في البيوت. فعندما يقول ان النساء لا تعرفه باعتبار انها اصلا ما تعرف الخط، ما تعرف تكتب. فيتحدث بهذا الشكل، ما يقصد التوهين، قد يفهم منها التوهين، لا. حاشاه الرجل ما يقصد اهانه انسان وتحقيره وانما يقصد انه هذا الامر يعرفه حتى لانه يعرفه العقلاء بما هم عقلاء حتى وان ما كان عنده دراسه حتى الشخص اللي ما دارس علم بلاغه وعلم تعابير وفنون الكلام ثم ان الروايه الاولى والثالثه وان كانتا ظاهرتين في الواجبات امرتكم بشيء هذه الرواية الأولى أمرتكم الرواية الثالثة لا يترك فيها حالة إلزام شديد إلا أنه يعلم بجريانهما في المستحبات بتنقيح المناطق نفس العلة نفس الفكرة نفس الفكرة أن هذا أمر قربي فيه منافع فإذا سقط بعضه البعض الآخر لا يسقط بتنقيح المناطق العلة الواحدة مع كفاية الرواية الثانية إذا واحد شكك في الرواية الأولى وفي الرواية الثالثة تكفينا الرواية الثانية تكفينا الرواية الثانية في هذا المجال، إن شاء الله بعد ذلك ندخل في مبحث جديد مع بقاء الأمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم صل على. محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد